فتح عرضك للشباب. خلنا أول شيء نسأل نقول ليش فاز الفتح اليوم؟ فاز الفتح اليوم لأنه كان عند يملك لاعبين عندهم لياقة عالية جدا، كان في انضباط تكتيكي، كان في قراءة رائعة للمدرب. وهنا حتوقف وأعمل مقارنة سريعة ما بين مباراة النصر وما بين مع الشباب ومباراة الفتح. قدم مباراة كبيرة الشباب يستحق عليها الثناء أمام النصر، لاعبين على مستوى عالي، محترفين عندهم نضوج، تعدد أدوار، توازن بين الشق الهجومي والشق الدفاعي، عمل مباراة كبيرة. ولكن هذه المباراة يستحق فيها الثناء للمباراة الشباب اللي أطلق أنه الصدارة وخلاص الدوري راح للشباب. هذا خطأ كبير جدا. ليه؟ ممكن ياخذ الدوري الشباب، لكن انت لازم تحافظ على رتمك، لازم تحافظ على ادائك. من ساهم في هذا الجمال اللي كان فيه الشباب؟ القراءه الخاطئه لمدرب النصر، ان تسلم عمق الملعب، ان تسلم اطرافك، ان تكون مبالغ في الاندفاع بشكل خاطئ جدا. استدرج مدرب الشباب، مدرب النصر ولاعبيه بشكل رائع جدا، صار يبني من داخل ال 18. انداي وبنيقة صاروا يبنون من داخل ال 18. هذه اللي جهزت مدرب الفتح اليوم لهذه المباراة. هذا الاستدراج اللي عمل الشباب ما استطاع يعمل اليوم، استنزف لياقيا. لذلك مثل ما تفضل ابو تركي كان جمال الشباب اكثر في 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 الشوط الاول، استنزف لياقيا بحكم انه في جاب او في مسافة بين القيمة اللي موجودة في الدكة. وشفنا البدلاء لما نزل العابد ولما نزل العمار ما صنعوا الفارق. غياب مارتينيز اليوم عمل فارق برضو كذلك، لأنه أضعف جبهة من الجبهات بالسرعات بالذكاء بالدهاء. اللي سواه مدرب الفتح هذا الاستدراج وقفه، صار ما عنده ضغط، خلينا نقول لك متقدم، صار يضغط من نص الملعب، أغلق مساحات الخلفية. وحتى إيجابية كانت للفتح لأنه هذا الأسلوب لعب فيه حتى في المباراة اللي فاتت، فأصبح صار يستخدم إمكانياته، استخدم السرعات اللي موجودة. شفنا التوظيف الجيد للاعبين اثنين الجدد، هلال سوداني وكان قدم مباراة جيدة جدا رغم أنه ما سجل، البديل لما نزل شلون صنع الهدف الأول وكان مؤثر جدا في كثير من الكور. بشكل عام الشباب عشان يستمر في الصدارة عليه أن ينسى أنه هو في الصدارة، عليه أن يدخل كل مبارياته خروج مغلوب. لأنه أنت عشان تتوقع أنك أنت وصلت إلى الكمال الفني، هنا هذه نقطة الانحدار. أنا في وجهة نظري اليوم بالغ كثير أنه يتوقع أن كل خصم حيقابله حيفتح الملعب بالنسبة له. إذا تذكر بوجود كنت أتكلم عن بعض الفرق اللي استخدمت عنصر المفاجأة وكيف الفرق الأخرى ساعدتها. عنصر المفاجأة هذا اللي استخدمته قدام النصر لم يساعدك أمام الفتح، لأن الانضباط التكتيكي وغلاق المساحات أصبحت أسلوب اللي أنت لعبته ضد النصر أصبح مكشوف قدام الفتح. فبالتالي الفتح ما حيسلم لك المباراة إذا ما أخذ بالاعتبار أن إمكانياتك أفضل، لعيبتك أفضل، بنيقة، أنداي اللي يقدم مباريات كبيرة. يعني شوف ترى في لاعبين الشباب يثنى عليهم، بس يمكن أنا أعتقد أنداي لاعب مظلوم، ما أنصف بشكل خليني أقول لك يستحق. أنداي أنا أعتقد أنه عامل فارق كبير. أتذكر جيدا المباراة اللي فاز فيها الشباب على الاتفاق اللي كان أقرب أنه يتعادل الاتفاق بعد خروجه بالإصابة، والمباراتين أو المباراة اللي ما لعبها بعدها كان الشباب خليني أقول لك يعاني في عمق الملعب. بشكل عام مباراة جميلة جدا، هذه هي حلاوة كرة القدم. ولكن إذا بنقول الدوري قوي وأنه الدوري تقارب فرص، أنا في وجهة نظري هذا مش صحيح. الميزان الصحيح لكل دوري أن يكون فيه فرق قوية تعمل الفارق ماليا، تاريخيا، جماهيريا، حتى على مستوى الملعب. لما تشوف المركز العاشر يقصي المتصدر هذه علامة استفهام، لما تشوف الوصيف كالهلال يخسر من أبها ويخسر من ضمك هذه علامة استفهام. برافو أبها، برافو ضمك، لكن علامة استفهام على الهلال، لأن أنت الأقوى، أنت اللي عندك الإمكانيات الأفضل، ولكن أحيانا فنيا أنت تسلم المباراة. فلذلك فوز هذه الفرق لا يعني القوة للدوري. أنا في وجهة نظري الدوري بالعكس ما هو قوي، التقارب النقطي ما هو إيجابي. طيب